طيب، بالفترة الأخيرة تعرضت وزارة الثقافة إلى ما يشابه إعادة هيكلة، نعم. يعني تقريبا إلغاء 80 قسم أو شعبة. هسه هذه الهيكلة شنو ترون بالضبط؟ يعني هل هو إصلاح؟ نعم. هل هو دمج تقليل؟ شنو اللي صار؟ طبعا ما تعرضت له الوزارة من هيكلة هو في زمن الحكومة السابقة، حكومة السيد الكاظمي، نعم، ووزير الثقافة السابق. طيب، فعلا هي لم تكن خطوة موفقة إلى حد كبير، فيها جوانب إيجابية. شو الإيجابي وشنو السلبي؟ فيها جوانب إيجابية في إعادة الهيكلة طبعا وجوانب سلبية. الإيجابي في هذه الجوانب في إعادة الهيكلة أن بعض الشعب، يعني شعبة بها موظفين اثنين وخليها رئيس شعبة، بعض الأقسام فيها موظفين اثنين، يعني هذا يصير مدير على نفسه. ليست هناك كوادر وظيفية وبشرية، موارد بشرية كافية لإشغال هذه المواقع، باعتبار هذه ترهلت الهيكلية ومضى عليها الكثير. طيب، فكانت الرؤية أن يتم تقليصها وتكون الأقسام والشعب تمتلك طاقة وموارد بشرية مؤهلة وكافية لإدارتها. هذا الجانب الإيجابي، ولذلك نحن نوافق على هذا الجزء، الأقسام والشعب التي ليس فيها موارد بشرية كافية لإدارتها نحن مع هيكلتها. هذه الإيجابية. نعم، يعني قسم بخمس شعب، خلص شعبتين، شيء جيد لأن الموظفين ما كديروا، هذا إيجابي. طيب، ما هو سلبي؟ أن الذين كلفوا بوضع هذه الهيكلية 80% منهم من خارج الوزارة، يعني اقترحهم الوزير السابق، يعني أصدقاء أو ناس من خارج الوزارة، هؤلاء لا يعرفون فلسفة هذه الوزارة. ما بها مجاملة، ما بها مجاملة، فهذا أجر هؤلاء لأنهم اقترحوا أشياء لا تنسجم مع الوزارة فقلصوها تحت هذا العنوان الأول اللي قلنا إيجابي، أنه ماكو موارد كذا، لكنها اصطدمت بالواقع ولم تؤدي إليه. السلبية الأخرى أن أناس يستحقون أن يبقوا في مواقعهم، مدراء أقسام، مديريات كذا، هؤلاء أعفوا، تم إعفائهم بسبب هذا التقليص وهذه الهيكلية وقطعت أرزاقهم. الأمر الآخر الذي يتم الإشكال عليه هو أنه إحنا قلصنا هنا مجموعة أقسام وشعب، لكن في المقابل تم اقتراح مجموعة أقسام وشعب جديدة، فالفكرة انضربت، فكرة التقليص الكاذب. إحنا لما قلصنا رجعنا هنا وجدت، لكن بوجوه وأسماء جديدة. في كل الأحوال نوقشت مع هذه الحكومة في أول المهام التي نوقشت في هيئة الرأي مع الوزير الحالي مسألة إعادة الهيكلة، وتم إعادة النظر في ذلك، والآن القرار قيد الإنجاز في أن يتم مراجعة الهيكلية الجديدة التي فيها خلل طبعا، مراجعة يعني مراجعتها وتقديمها بشكل نهائي تستقر ما تريده الدوائر وما يخدم العمل المهني والوظيفي والإداري والثقافي هو الذي سوف تستقر عليه. وطبعا مفارقة ربما يعرفها بعض العاملين في حق وزارة الثقافة، أن الوزير السابق نفسه الذي أقام الهيكلية هو نفسه الذي أصدر أمر في النهاية في أيام الأخيرة في إلغاء تلك الهيكلية، يعني فلك أن تتخيلي طبعا، ولكن ما تنفذت، هو أصدر الأمر في إلغاء الهيكلية الجديدة وقال خلوها تتريث. نعم، كان هناك تضارب، هناك تخبط، عدم استقرار في هذه الجزئية في قصة الهيكلية، وواجبنا الآن أن نعيد الأمور إلى نصابها، وأعتقد إحنا ماضين بهاي القصة وسوف تستقر الأمور إلى حد ما، لكن جميعا نتطلع وعيننا على الموازنة العامة.